رجعنا على الاونلاين ونبدي من اول محاضره هي البلود فراكشنز اند ترانسفيوجنز. البلود فراكشنز is the process of separating the blood. Process of separating the blood. يعني هي عملية فصل الدم. يعني الدم شلون تفصل الدم. الدم فيه طبعا مكونات هسه راح نجي عليها ان شاء الله بعد شوية. ال blood components هي محتويات الدم. ما اعرف عاد تشوفون الماوس على احنا قلنا ال blood fractions is the process of the separating the blood. يعني عملية فصل الدم. البلود كومبوننتس which we get after a blood fraction. يعني انت محتويات الدم راح تصير بعد ما يكون تحلل الدم، يعني بعد ما عملية تحليل الدم تكون. أول نوع من البلود كومبوننتس هو البلازما. البلازما constitutes 55% of total blood volume. يعني التوتال بلود فوليوم يعني كميه الدم الموجوده 55% هي بلازما. هاي ال 55% البلازما كومبوزد اوف 90% ووتر، يعني 90% هي تكون ووتر ماي، سولتس، املاح، ليبيدز، دهنيات اند هرمونات هرمونز. اند بلازما فراكشنز انكلودينج اتس مين بروتين هو الالبومين والجلوبيولين او اللي يسمونه الاميونوجلوبيولين معانه الكلوتنج فاكتورز. هذا هو البلازما فراكشنز مع المحتويات البلازما فراكشنز هو الالبومين قلنا والاميونوجلوبيولين والكلوتنج فاكتورز. البليت الشيء الثاني هو البليتليتس. البليتليتس اور ثرومبوسايت يسمونها. طبعا هاي انت طبعا انت ما تقدر تفرق الا هذا بالمختبر طبعا يحلل لك الدم ويطلع لك البلازما البليتليت والار بي سي. البليتليت طبعا تكون يعني بالمايكروسكوب تشوفها سمولر ذان ذا ريد اند وايت بلاد سيل، يعني اصغر تكون اصغر من كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء البليتليت. البليتليت ماي رول ان بلاد كواجيوليشن، طبعا راح يلعب فرد دور هو البليتليت يلعب فرد دور في تخثر الدم in blood coagulation and wound healing. يعني هذا البليتليت طبعا تعرف اذا كان البليتليت قليل هذا ممكن انه المريض ينجرح جرح ما يقف النزف مالته يظل ينزف ليه؟ لانه البليتليت مالته قليل. وايضا هذا البليتليت يساعد في عمليه التئام الجروح wound healing يسمونه. normal value of the platelets هي 150 الف الى 450 الف بليتليت per microliter of the blood. يعني هذا وحدة القياس مال البليتليت هي العدد مالتها من 150 ألف إلى 450 ألف. Other component هو ال red blood cells. red blood cells أصور عندي يعني خطأ بالترقيم، هو رقم ثلاثة هذا راي المفروض يكون. ال red blood cells they are small biconcave. طبعا هاي باي كونكيف انت ايضا ما تشوفها الا بالميكروسكوب يلا تبين، يعني تبين الار بي سي او الريد بلود سيلز كريات الدم الحمراء باي كونكيف، يعني شكل تكون باي كونكيف يعني مقعره شكل محدبه. باي كونكيف ديسكس وذاوت النيوكليوس يعني ما بها نواه. اند جيت ذير ريد كلر فروم ان ايرون كونتيننج بروتين يسمونه الهيموجلوبين. يعني هذا ليش ريد بلود سيلز؟ لانه تحتوي على الايرون بها حديد فتبين حمراء اللون ويسمونه ايضا هو الريد بلود سيلز والهيموجلوبين. الريد سيلز ميك اب بتوين يعني هي الار بي سي بين ال 37 وال 43% اوف ذا بلود فوليوم ان وومن. طبعا يختلف عن الرجل وعن النساء يعني يختلف، يعني بالوومن يكون 37 الى 43% وبالميل او بالرجال يكون بين ال 43% الى 49%. طبعا هاي النسب مهمه، يعني مثلا بالامتحان يجيك ام سي كيو اقول لك مثلا الار بي سي بالمين اشقد او الار بي سي بالفيميل اشقد البرسنتج مالته، انت لازم تعرف انه بالفيميل البرسنتج اقل من الميل. الريد بلود سيلز كاري اوكسجين، طبعا هي هاي كريات الدم الحمر تحمل الاكسجين، هي تحمل الاكسجين مال الدم خلال الجسم.
النورمال ار بي سي، طبعا هذا النورمال لازم تعرف النورمال ار بي سي فاليو، طبعا ان مين شكل ايضا وبالوومن شكل. بالمين يعني بالرجال 4.7 الى 6.1 مليون سيلز بير مايكرو ليترز، 4.7 الى 6.1 مليون سيلز بير مايكرو ليتر. هذا بال قلنا بالمين. بالوومن، بالوومن طبعا يكون اقل، يكون بين ال 4.2 الى ال 5.4 مليون سيلز. ال ار بي سي فراكشن از هيموجلوبين which is a protein، طبعا هو الهيموجلوبين هو بروتين ميد باي ار بي سي اند ات كاريز اوكسجين، مثل ما قلنا هو ال ار بي سي كريات الدم الحمر هي اللي تحمل الاكسجين بالدم. الوايت بلاد سيلز هي الكريات الدم البيضاء، there are between بين ال 6000 وال 10000 وايت سيلز، طبعا هذا النورمال، نورمال الطبيعي هو بين ال 6000 الى ال 10000 وايت سيلز بير كيوبيك مليمتر اوف ذا بلاد. الوايت سيلز سلايتلي لارجر ذان ريد سيلز، يعني انت تشوفه فرد شيء قليل اكبر من كريات الدم الحمر، هذا طبعا مثل ما قلنا بس بالمايكروسكوب تشوفها. Are also called leukocytes. أيضا ال white blood cells أو كريات الدم البيضاء أيضا يسمونها leukocytes. هاي التسمية الثانية مالتها هو leukocytes. They purify and protect the body from the infection. طبعا هي وظيفة الخلايا الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء هي تحافظ على الجسم من الالتهابات. تشوف لك أي التهاب يصير في الجسم، تشوف لك ال white blood cells كريات الدم البيضاء ترتفع. النقطة الأخرى، الموضوع الثاني هو احنا قلنا هذا البلود كومبوننتس. بنجي على البلود ترانسفيوجن، طبعا كلش مهمة البلود ترانسفيوجن بالنسبة لكم انتم راح تداومون مثلا بالعمليات، راح يطلبون منك مثلا هذا المريض تنطيه الدم، والدم لازم يكون حار، لازم تدفينه، هاي كلها هسه نشرح لكم هي ونفصلها ان شاء الله. البلود ترانسفيوجن هو نقل الدم، عملية نقل الدم از اكومن سيف ميديكال بروسيجر، لازم تكون كلش امينه من تنطي الدم. ان ويتش هيلثي بلود از جيفن، لازم يكون الدم ما بينه شيء، مثلا ما بينه مثلا هيباتايتس فيروسات، ما بينه اتش اي في، زين الدم ما متخثر، هذا كله مهم جدا. طبعا ينطوه خلال انترافينوس لاين، يعني بالوريد. That has been inserted in one of the blood vessels. طبعا كانيولا، خلي كانيولا بيد المريض وتنطي له الدم بعد ما تتاكد انه الدم مثلا مو قديم، الدم ما بيتخثر، الدم انه مفحوص فيروسيا، هذا كلش مهم طبعا. Types of the blood transfusions هو انواع ال blood transfusions، تنطي مثلا اكو مثلا ينطون بس red blood cells transfusion، بس كريات دم حمراء. اكو بليتليت ترانسفيوجن ينطون، خاصة هذول إذا كان البليتليت فقط مالتهم قليل ينطوهم بس بليتليت، طبعا هذا كله بمصرف الدم، هاي يفصلون هاي الأشياء الآر بي سي والبليتليت، أو مرات ينطون بس البلازما ترانسفيوجنز، يعني ينطون مثلا بلازما ترانسفيوجن هذول اللي عندهم مثلا مريض عنده مثلا عجز بالقلب، وما جسم يعني قلبه ما يتحمل أنه ياخذ مثلا الكومبليت بلاد، ينطونه بس بلازما. والهول بلاد ترانسفيوجن هذا يعني الدم كامل، يعني يعطون دم الكامل. بيفور ذا بروسيجر انيرس اور دكتور ويل تشيك ذا بيشنتس بلاد بريشر، انت قبل ما تنطي دم لازم تشيك ضغط المريض، تشيك النبض مال المريض والبلس، وتشيك التمبريتشر الحراره مال المريض بيفور ستارتنج ذا ترانسفيوجن. ليش؟ يعني انت مثلا حراره، تشيك حراره المريض، احتمال المريض عنده حراره قبل ما تنطي دم، فبهالحاله انت لازم ما تنطي دم الا ما تنزل حرارته. مرات الدم انت المريض ما عنده حراره، تنطي دم يصير عنده حساسيه ممكن انه من الدم يصير عنده حراره. Purposes of the blood transfusion، شنو الغرض هو من نقل الدم؟ هاي ايضا اشياء مهمه لازم تعرفها. اول شيء to increasing circulating blood volume، حتى تزيد حجم الدم الموجود، كميه الدم الموجوده داخل الجسم. To increase the number of the red blood cells حتى تزيد كريات الدم الحمر، and to maintain hemoglobin level حتى الهيموجلوبين ما يكون يرجع الى النورمال الطبيعي. ليش؟ لانه الهيموجلوبين اذا قليل، الار بي سي اذا قليل، الاكسجين بالدم راح يكون ايضا قليل. Number three is to provide plasma clotting factors، يعني هذا يجهز لك ينطيك عوامل التخثر حتى الدم انه يكون يتخثر مثلا بالوضعيه الطبيعيه مالته.
to help in controlling bleeding حتى تسيطر على النزف مثلا. And number four هو to decrease infection. يعني مريض مثلا انت سويت له عملية والمريض الهيموغلوبين مالته قليل، الهيموغلوبين ماله مثلا 7 8 6، تشوف بهالحالة الجرح مال المريض، يعني الجرح مال المريض ما يطيب. ليش؟ لانه الدم عنده قليل، فانت تشوف من تنطي دم يشوف لك الجرح راسا يقل الالتهاب مالته يرجع يصير بالتئام. Indication of the blood transfusion اشنو هي؟ ليش تنطي الدم؟ اشنو السبب يعني ليش تنطي دم؟ اشنو الحاجه الى الدم؟ اولا acute blood loss يعني نزف دم مثلا نتيجه due to trauma، نتيجه مثلا ضربه، صدمه، قلق ناري، حادث مثلا نزيف عنده المريض، فهذه بهالحالات يسمونها acute blood loss. هذا احد الانديكيشن اوف ذا بلود ترانسفيوجن. اثنين عندك كرونيك انيميا، فقر دم مزمن يسمونه كرونيك انيميا، فقر الدم المزمن. ميجر اوبراتيف بروسيجرز، مريض مثلا عنده عمليه كبرى، عمليه فوق الكبرى، عمليه خاصه مثلا يحتاج الى دم، انت هذا احد الانديكيشن مال اعطاء الدم للمريض. از ا بروفيلاكتيك ميجر تو سيرجري، بروفيلاكتيك ميجر يعني مريض عنده مثلا فقر دم، عنده انيميا، انت لازم تنطي للمريض دم قبل ما تبدي بالعمليه، مثلا قبل بيوم يومين لازم تعدل الهيموغلوبين مال المريض، يعني الهيموغلوبين مالته قليل لازم تعدله، تنطي دم بعدين تبدي في يوم يومين ثلاثه بعدين تبدي بالعمليه. سيفير بيرنز يعني الحروق الكل الشديده، الحروق طبعا تسوي انيميا، تسوي فقر دم، انت لازم تعوض المريض بالدم. ليش؟ لانه الحرق مالته راح يصير التهابات، هذا الالتهاب ايضا ما راح يطيب. And blood dyscrasia هي امراض الدم، يعني اكو امراض الدم مثلا ثلاسيميا، مثلا هيمولتيك انيميا، هذول كلهم ايضا يحتاجون دم. اشنو الكومبليكيشن اوف ذا بلود ترانسفيوجنز؟ الكومبليكيشن هو مضاعفات نقل الدم، ايش ممكن انه يصير بالمريض انت من تجي تنطي دم؟ اكو ايرلي كومبليكيشن واكو يسمونه ليت كومبليكيشن. الايرلي كومبليكيشن ايش يصير عند المريض؟ يصير عند المريض مثلا ايميديت هيمولتيك رياكشن، يعني هذا الايرلي يعني راسا انت المريض ياخذ الدم يجوز بعد ما مخلص الدم او اخر شويه من الدم او تو خلص الدم مثلا يصير عنده حساسيه من الدم، يسمونه مثلا ايميديت هيمولتيك رياكشن، يعني تشوف راسا يتحلل الدم عنده، راسا المريض يصير عنده ايضا نزف يرجع. الرجيك رياكشن، شوف المريض انت من تنطي الدم خلال 10 دقائق، اول ما تبدي 10 دقائق ربع ساعه ممكن انه يصير عنده حساسيه، هو تمام صنف الدم مالته نفس الصنف بس اكو يسمونه سب جروب، يجوز هذا المريض الدم ما يوافق المريض. سيركوليتنج اوفرلود يعني الدم يكون زايد في جسم المريض، خاصه هذول مثلا اللي عندهم عجز قلب، اللي عندهم عجز كليتين، هذول راح يصير عندهم اوفرلود، الدم مالتهم راح يزيد لانه الكليه مالته ما تقدر تفرز هاي الاشياء. ثرومبوفليبايتس، مكان انت من تنطي مكان الكانيله مثلا، مكان الوريد يصير بالتهاب. اذا تنطي مثلا دم ممكن يصير عنده هايبركاليميا، يعني بوتاسيوم عالي راح يصير عنده، لانه هذا الدم بينه بوتاسيوم، فانت من تنطي الدم ممكن البوتاسيوم يزيد عنده، هذا من زاد البوتاسيوم راح ياثر لك على القلب مالته، راح ياثر لك على الكليه مالته. انفكشن، التهاب، يعني انت مجرد بعد ما تنطي مثلا ممكن يصير المريض عنده انفكشن. فيبرايل رياكشن، يصير عندهم حراره قسم من المرضى اللي ياخذون دم. ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لنج انجري، مرات يصير عندهم مثلا تخثر بالشرايين بالاورده مال الرئه، يصير عنده يسمونه اكيوت لانج انجري، يعني صدمه على الرئه راح يصير. اير امبوليزم ايضا يصير خثره هوائيه، خثره يعني انت من تنطي الدم ممكن انه يدخل هواء بالوريد، ممكن هذا يروح للرئتين يسوي اير امبوليزم يسمونه. او سيتريت توكسيسيتي، لان الدم بينه سيتريت ممكن يسوي تسمم بالسيتريت. والكلوتنج ابنورماليتيز هو يعني يصير فرد خلل في تخثر الدم، في عوامل تخثر الدم. الليت كومبليكيشنز هو ايضا الانفكشن مثل ايش مثلا؟ انت ليش احنا نقول الدم اول ما يتبرع الشخص ببطل دم لازم يفحصوه بالنسبه للهيباتايتس، بالنسبه للاتش اي في، زين؟
هذا انت انفكشن ممكن يصير هيباتايتس المريض، الهيباتايتس اكو اي واكو بي واكو سي، ممكن يصير عنده اتش اي في. زين فهذول انت لازم تفحص انه حتى تعرف قبل ما تنطي الدم انه هذا ما عنده هيباتايتس. زين علي هذا السي ام في ما لك علاقه به، هذا زايد صار بالنسبه للموضوع مالنا. General instructions for giving blood transfusion، يعني اكو فرد اشياء انت لازم تعرفها قبل ما تنطي دم للمريض. اولا no history of any disease، يعني المريض لازم يكون ما عنده اي اعراض مرض مثلا. زين لازم تعرف المريض مثلا اذا عنده سكري، اذا عنده ضغط، هاي لازم كلها تعرفها. زين اولا no history of any disease، يعني ماكو اي history، اي معلومات عن مرض عنده. They have not donated blood، يعني ما يصير ينطي دم within the previous 3 months او 90 days، يعني خلال 3 اشهر، يعني الا يعبر ال 3 اشهر ممكن انه يصير يتبرع مره ثانيه. They should be physically healthy، طبعا لازم يكون صحته كلش زينه. And should be between، يعني العمر مالته بين 18 الى 65 سنه. الدونر must have a normal temperature، مثل ما قلنا حراره ما عنده، temperature حراره، البلس والبلد بريشر، النبض والضغط لازم يكون ايضا طبيعي. They must not have been pregnant. ثانيا الحق لو وياك، ثانيا بس بلا زحمه. ثانيا they have not donated blood، يعني الدم يعني اقل من 3 اشهر، يعني ما يصير الشخص يتبرع بهالثلاث اشهر مرتين. هتفتهمني يعني؟ يعني لازم انت من نعم. واحد يتبرع بدم لازم بعد 6 اشهر يلا مسموح له انه يتبرع بطل ثاني دم، يعني خلال هاي 6 اشهر مره واحده بس ممكن انه الشخص يتبرع بالدم. زين علي؟ يعني دكتور اذا كان عنده زياده بالدم يعني مثلا هذا يختلف، اكو قسم زياده ممكن انه بعد شهر ينطي، بس هذا هذول عندهم يسمونه بوليسايثيميا، اللي زياده بالدم ممكن انه يروح يتبرع ببطل ثاني، بس احنا عم نحكي هذا عن نورمال بيرسون، عن الشخص الطبيعي هذا. تمام تمام. الدونر must have been a normal temperature، حراره ما عنده، البلس مالته طبيعي، النبض مالته طبيعي، الضغط مالته طبيعي. They must not have been pregnant، لازم ايضا ما تكون الحامل، او within the last 6 months، يعني حتى بعد الولاده، بعد الولاده 6 اشهر يلا مسموح انه تقدر تنطي دم. Their hemoglobin level must be above 12 غرام، لازم الهيموغلوبين اللي يجي يتبرع بالدم لازم الهيموغلوبين مالته 12 واكثر من 12 غرام بير 100 مللتر. مفهوم هاي النقاط؟ نجي على البلود جروبس. بلا عيني. نجي على البلود جروبس. Each person، يعني كل شخص، كل انسان has one of the following blood groups. اكو مثلا blood group A، اكو B، اكو AB واكو O. طبعا معها اكو A positive و A negative، اكو B positive و B negative، اكو AB positive و AB negative، اكو O positive و O negative. ال O can be، هذا ال O blood group، ال O، O can be given to anyone. يعني ال O positive، ال O الدم الصنف O ممكن ينطي لاي واحد. بس ما ياخذ بس فقط من الاو، يعني ما يصير ياخذ من غيره، يعني انت مريض مثلا حاله طارئه. زين صنف دمه او. زين صنف دم المريض مثلا اي، خلينا نقول، صنف دمه اي او بي، هذا المريض انت بالمختبر ما عندك بس او. بس عندك او بالمختبر. ممكن تنطي دم الاو للمريض اللي بلاد جروب مالته اي او بي. زين؟ لانه الاو ينطي لاي شخص بس ما ياخذ، but can only receive، يعني ما ياخذ فقط من الاو. زين؟ so called as universal donor، يسمونه universal donor، يعني ينطي بس ما ياخذ فقط من الاو، يعني ينطي لكل الصنوف بس ما ياخذ بس من الاو. الاي بي هو بالعكس طبعا راح يكون، الاي بي can receive any type but can only be given to AB، يعني بعكس ال O. واضحة هاي شباب؟ يعني دكتور بس عفوا. ايه. فصائل الدم قلت اكو سالب واكو موجب. نعم. مثلا اذا اريد انقل دم من شخص موجب الى شخص سالب، بس اثنيناتهم مثلا من الاي، هذا الشيء مسموح له غير مسموح؟ لا ما يسلم، مو قلت لك
ما يصير. يعني هسه احنا حكيت لك على الاو، هاي النقطه الثانيه على الاو، ينطي لكل صنف بس اشنو ما ياخذ فقط من الاو، بعكس الاي بي. الاي بي ياخذ من كل الاصناف زين، بس ما ينطي بس للاي بي. دكتور يمكن ما فهم السؤالي، انا قصدي على السالب والموجب. اذا مثلا هسه اني دمي او، انطي الشخص دمه او ايضا بس لا او لا سالب مثلا. لازم اي او بوزيتيف مع الاي بوزيتيف، الاو بوزيتيف مع البي بوزيتيف، هالشكل. يعني باختصار الموجب بس، يعني كلهم حالات لازم متشابهه بالسالب والموجب. هو دحل انت منو معي محمد؟ محمد محمد، بس اريد الاسم حتى اعرف. دحق محمد، هو اشنو انت ما عندك اربع اصناف اي وبي واي بي او، هذول بي ان بوزيتيف ونيجاتيف. يعني انت بالمختبر او مصرف الدم انت مريض مثلا اي بوزيتيف، اي بوزيتيف، اذا بالمصرف اكو اي بوزيتيف انت لازم تنطي اي بوزيتيف، يعني ما يصير تروح تجيب او بوزيتيف. بس احنا ايش عم نحكي على، نحكي على الاشياء انه اذا ما موجود عندك مثلا، يعني انت مريض حاله طارئه صنف دمه اي بوزيتيف وجيت على المصرف زين، اكو اطباء مقيمين، تقول للمقيم انت كمخدر كاخصائي جراح، تقول للمقيم، تقول له جيب لي صنف دم المريض اي بوزيتيف، روح جيب لي من المصرف صنف دم اي بوزيتيف زين. فيروح الطبيب المقيم ما يلقي اي بوزيتيف، يقول يرجع يقول لك دكتور اكو او بوزيتيف، يقول له وانت مستعجل حاله طارئه لانه انقاذ حياه مريض، تقول له جيب الاو بوزيتيف سوي له مطابقه وتنطيه للمريض. فهاي الشغلات يعني انت من تنطي الاو للاي، هاي للحالات الطارئه، يعني مو اي مريض. انت مريض مثلا عمليه محتاج بعد اسبوع، تقول له يابا حضر لي بطل دم صنفك اي زائد، حضر لي اي زائد، فالمريض لازم يروح يحضر اي زائد. زين عمي؟ تمام. واضحه هاي؟ تمام واضحه. يقول if a person with type O blood is transfused with blood from a person with either group A or group B blood, there would be destruction of the recipient's red blood cells. ايش راح يصير؟ راح يصير تحطم. يعني انت قلت لك بس بالحالات الطارئه، بس بعد ما تسوي له مطابقه، هسه نرجع بعد شوي على المطابقه، شو اشوفك شلون تسوي كروس ماتش، يعني مطابقه للدم. يعني اكو مرات مثلا انت المريض مثلا اي بوزيتيف وجبت له الدم اي بوزيتيف ايضا وتسوي له كروس ماتش، ما يصير كروس ماتش. يعني شوف يعني بمعنى هذا ما يطابق الدم، ما مطابق يطلع، لازم تروح تجيب غير بطل. زين يعني مو ان اي بطل، يعني حتى اذا نفس الصنف، حتى اذا نفس الصنف مرات ما يطابق الدم مال المريض، لان اكو سب جروبز يسمونها هاي ما تتطابق مع دم المريض ايضا. If a person with type O blood gamma is transfused with blood from a person with either A or B, there would be destruction of the recipient's red blood cells because his or her anti-A or anti-B agglutinin, أو يسمونه antibody. Antibody would react with the A or B antigen in the donor's red blood cells. هسه هذا الانتيجين والانتيبادي راح اجي بالاخير نجيك على هذا المخطط افهمك شنو هذا الانتيجين والانتيبادي معناته. Also, every person blood is either Rh positive or Rh negative مثل ما قلت لك عليه. أكو A positive, أكو B positive, أكو A negative أيضا في كل الأصناف. فيسمونه Rh positive. His RBC surface contain Rh antigen or protein. هذا شنو؟ يعني ال Rh الأنتيجين موجود على سطح ال RBC. His RBC surface يحتوي على Rh antigen. وال RBC surface does not contain Rh antigen أو protein، هذا يكون negative. يعني ال RBC surface يعني سطح كريات الدم الحمر ما تحتوي على Rh، does not contain Rh antigen أو protein يسمونه نفس الشيء، هذا بمعنى negative. بس إذا كان ال RBC surface يعني السطح ال RBC بينو Rh antigen أو بينو protein، هذا راح يطلع لك positive. هذا كله يبين وين؟ بالكروس ماتش، بالمطابقه مال الدم. بلود تايبنج اند كروس ماتشنج، هذا الكروس ماتشنج هي عمليه مطابقه الدم. طبعا عمليه مطابقه الدم عندنا احنا سامجيكا اكو عمليه مطابقه يسمونها مطابقه قصيره ومطابقه طويله. يعني مطابقه قصيره مثلا خلال 10 دقائق انت لازم تحضر الدم، خاصه بالحالات الطارئه. يعني المريض مضروب بطلق ناري او مدعوم بسياره ومحتاج دم بسرعه، يعني
انقاذ حياه المريض، انت ممكن انه بالطريقه القصيره تسوي كروس ماتش، تسوي له مطابقه وتنطيل الدم. بس اذا ما مستعجل مثلا على الدم انت تخليه بالطريقه الطويله، خاصه مثلا العمليات عمليات بارده مثلا بعد يوم يومين ثلاثه تريد تسوي للمريض عمليه ويحتاج دم، تقول له تسوي لي كروس ماتش مطابقه بالطريقه الطويله. فاذا البروتوتايبنج اند كروسنج بيفور اني بلود كان بي جيفن تو ذا بيشنت ات ماست بي ديترمايند ذات ذا بلود اوف ذا دونر از كومباتبل وذ ذا بيشنت. يعني انت اي دم ما تنطي للمريض الا تسوي له مطابقه، هاي معناها انه الدم ما تنطي للمريض الا يعني تمام هو نفس الصنف، يعني قبل شوي قلت لك هو نفس الصنف يطلع بس يطلع غير مطابق. يعني من تسوي له كروس ماتش ما مطابق لانه اكو سب جروبس. فانت لازم اي مريض تسوي له مطابقه قبل ما تسوي اي نقل عمليه نقل الدم. The laboratory examination to determine a person's blood group and Rh factor is called a blood typing. هذا هي انت تحدد صنف الدم وتحدد ال Rh مالته انه positive لو negative، هذا يسمونه عمليه blood typing، نوعيه الدم او صنف الدم. النقطة الثانية هو the process of determining compatibility، عملية تحديد الكومباتيبلتي المطابقة between blood specimens is cross matching، يسمونها cross matching. يعني العملية انت تاخذ دم من المريض وتاخذ تاخذ دم من المريض ومن المتبرع زين او المستقبل والمتبرع، هذول يسوي لهم cross match، هاي يسمونها عملية cross match زين. هاي كلها طبعا تصير بمصرف الدم او بالمختبر. RBC from the donor blood are mixed with serum from the recipient. هذا يشرح لك، هذا طبعا هو عملية تصير بمصرف الدم، يعني هذا عملية شلون تخلط ال RBC مال الدونر مع السيرم مال المتبرع، الريسيبيانت هو متبرع زين. هاي العملية يسمونها كومز تيست او كومز سيرم. And the mixture is examined for visible agglutination. يعني هاي العمليه انت راح تشوف راح يصير تخثر لو ما يصير، يعني راح يصير مطابقه لو ما يصير، بهاي العمليه اللي يسمونها الكومز تيست. If no antibodies to the donated RBC present in the recipient serum, agglutination does not occur and the risk of the transfusion reaction is small. يعني انت من تجي من تسوي مطابقه اذا ما صار عندك انتيبادي، اذا ما طلع عندك انتيبادي للدم المال المتبرع، فهذا بمعنى انه هذا ما راح يصير ب اجلوتينيشن، والريسك مال ترانسفيوجن يعني خطوره نقل الدم راح تكون كلش قليله او ما تصير اي بالاحرى. شوف هذا المخطط، انت لو تلاحظ اكو جروب اي وجروب بي وجروب اي بي وجروب او، هذا هو اشو ترى؟ هذا كله مختصر للساعه اللي شرحناه لي قبل شويه. يعني مثلا جروب اي الريد بلود سيلز قلنا عليها اي وبي واي بي واو. الانتي بوديز شوف الجروب اي، الجروب اي بلود جروب اي هو بي انتيجين، انتيجين شو هو؟ اي انتيجين بي، يعني هذا خليها ببالك. البلود جروب اي الاي بي اي انتيجين، اي انتيجين هذا اخر شيء تشوفه، جروب اي بي اي انتيجين. بس اشكو بينه بينه انتي بودي بي، الانتي بودي يسمونه انتي بودي زين، انتي بي. الجروب بي الجروب بي 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 انتيجين بس بي انتي بودي للاي. الجروب اي بي بي اي اند بي انتيجين بس ما بينو انتي بودي، بعكسه البلاد جروب او بينو انتي اي اند انتي بي انتي بودي بس ما بينو انتيجين. هذا فرق بين الجروبات. ما اعرف